تحوي المملكة العشرات من البحيرات الصغيرة والكبيرة، إلا أن أكبرها على مستوى المملكة والخليج عموما هي بحيرة الأصفر الواقعة في الأحساء، ذات الطبيعة الخلابة والأعشاب الغريبة التي تنمو حولها وسط كثبان رملية. وتعد البحيرة محطة استراحة لهجرات الطيور المختلفة التي تعبر مرتين في العام من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. بحيرة الأصفر تقع في شرق مدينة العمران، إحدى أهم عوامل جذب السياح في محافظة الأحساء، وتنال اهتمام كبير وكثير جدا من السياح من داخل ومن خارج الأحساء، خصوصا في فصل الشتاء حيث تكون الأجواء جميلة، ويساعد على ذلك أيضا تواجد الطيور المهاجرة كعامل جذب إضافي إلى المنطقة. ويتدفق الماء إلى البحيرة من المصارف الأهلية من باقي سقي النخيل والمزارع، بالإضافة إلى مياه مصارف ري المزارع المعالج بشكل كامل ومياه الأمطار النقية. بحيرة الأصفر تعتبر كمنتجع سياحي، ويزوروها لنا من جميع الأجناس وجميع الجنسيات. أول مرة ما يجوا ويشوفوها ما يتوقعوا أن المناظر الحلوة هذه في منطقة الأحساء هنا، لأنك كل ما تمشي متر من فوق الطعس هذا الكبير الحين يعطيك منظر غير. وتعد بحيرة الأصفر أكبر تجمع مائي في منطقة الخليج، وتعتبر الوحيدة في المملكة التي تعيش فيها حياة فطرية متكاملة. بحيرة الأصفر مكان اللي هو جميل هادئ، بعيد عن الفوضى وبعيد اللي هو عن اللي هو زحمة السيارات، مكان يعني يجي الناس اللي هو تستانس فيه تنبسط. يشار إلى أن العديد من زوار البحيرة طالبوا الجهات المعنية بالالتفات لهذا الموقع الجميل الذي متى ما حصل على القليل من الاهتمام سيكون بالتأكيد مرفقا سياحيا هاما. من مواقع الجذب السياحية في الأحساء بحيرة الأصفر، ينقصها القليل من الاهتمام ليصبح واجهة سياحية مشرفة للمملكة. صالح المري، الأخبارية، الأحساء.